الاسلام دخيل وصلي وعلى سيدنا شارق الانوار. هذه قصه صايره لينا تمثيل ربي في القران فصل ذا بسوار. قصه سيدنا ابراهيم الخليل وما كتب له الوحيد القهار. قصة صايرة لينا تمثيل ربي في القرآن فصل ذا بسوار. قصة سيدنا إبراهيم الخليل وما كتب له الوحيد القهار. يوم وقف عليه ملك عقاب الليل في حلم الله قال له أمر الجبار. وقف عليه ملك عقاب الليل في حلم الله قال له أمر الجبار. أمر الله ناداك تذبح إسماعيل والضحي ذاك العزيز على الأبصار. أذبح بالصبي ضحية للجليل قلب ربي خالق الكون والأعمار. بحض الصبي ضحية للجليل ربي طلبه خالق الكون والأعمار. حين دمعات الرسول بدأت تسيل وبقى طول الليل في أمره محتار. وتيقد سيدنا إبراهيم الخليل باللي حلمه حق صادق بالتعبار. بعد الفجر مشى ونوض إسماعيل من صدر أمه قال له بالصوت جغار. بعد الفجر مشى ونوض إسماعيل من صدر أمه قال له بالصوت جغار. راح طلب عليك ربي في دليل أمرني بذبيحتك خالق الأعمار. قال الصبي يا رسول الصبر جميل أفعل للي أمرك بين القهار. رسول الصبر جميل أفعل اللي أمرك به القهار. خلى أمه غارقة في نوم طويل ومشى به دمعته تغطى الأمطار. قصة سيدنا إبراهيم الخليل وما كتب له الوحيد القهار. خلى أمه غارقة في نوم طويل ومشى به دمعته تهطى الأمطار. شقوا بين الجبال والخلاق دليل وين مكتب خالقي عالم الأسرار. وبليس الغدار حدد إسماعيل بلسان الشياطين في سيف الأطيار. حدثت إسماعيل بلسان الشياطين في صيفة الطيار. قالت كاكا شوف يا ويلك بالويل بوك عزم عليك يذبحك تغدار. قال الصبي عليك رب الجليل أذهب يا شيطان ورماه بالأحجار.
قبل ولد وسل زكي مو بجهار وارفع يبدو شد هابيد وجبريل دار القاغ مقابل وشارق بنوار غابيد وجبريل دير القاغ قابل وشارق دنوار طالعت قروح الضحية يا خليل وخروف الجنة حضر له في تفخار ربي فرح الرسول بإسماعيل برد قلبه كيف ما برد النار قصة صايرة ليلة تمثيل ربي في القرآن فصلها بسوار قصة سيدنا إبراهيم الخليل وما كتب له الوحيد القهار